great introduction. What an incredible, incredible. يا لها من قمة عالمية رائعة هذا العام. كمية الدعم الذي تمتلكونه من أعضاء البرلمان، من الشارع، من الجميع. السيدة مريم رجفي، شكرا لك على وجودك هنا في هذه المجموعة. طيب، ضيوفي الكرام، أصدقائنا، سيناتور ليبرمان، الجميع، لقد عملنا سويا ونحن نعلم بعضنا. أنتم لقد كنتم مصيبون عندما قلت أن العالم يواجه صراعات على مستوى العالم بين الديمقراطية والاستبداد، الحكم الديني، الاستبداد، كل هذا الذي يهدد حياة العالم في مواجهة الديمقراطية. ولكن لابد أن ننتصر في هذه المعركة، في هذه اللحظة التاريخية. الرجال والنساء يخاطرون بحياتهم هناك في أوكرانيا، ليس فقط على الجبهة. المدنيون أيضا هم أهداف لقنابل وصواريخ إيرانية ومسيرات إيرانية أيضا. لا يمكننا أن ننسى أن إيران تقف في الجانب الخطأ. آية الله يقف في الجانب الخطأ ضد الديمقراطية وأيضا ضد السلام والحرية في أوروبا. إيران وحكومتها لابد أن يعرفوا أنه طفح الكيل. إيران في خلفها مع روسيا وتزويدها لها بالسلاح والتكنولوجيا لتخوض حربها ضد أمم أخرى في المنطقة عبر الإرهاب والاغتيال والسيطرة والحرب ضد شعبها. لأكثر من 40 عاما هذا النظام المرعب في إيران لطالما لقد كسب الكثير من الأعداء في الداخل والخارج، وهو يمارس الكرة والاضطهاد. لقد ذقنا ذرعا، يكفي ما حصل. بحسب خبرتي العسكرية منذ أن كان آية الله تولى السلطة حتى الآن، لأكثر من 10 سنوات كنت قريبا جدا من هذا المشهد. هذه المنظمة قويت وتعاظم دورها وتعاظم الاحترام الدولي لها. منظمة المقاومة الإيرانية، الرجال والنساء، أقول الرجال والنساء الأقوياء الذين يقاتلون نظام الاستبداد في آية الله في طهران، أنتم تقاومون يوميا لتجنيد ولجمع معلومات لإفهام العالم ولتحقيق الحرية والديمقراطية وقيمها في إيران. كنت في مخيم أشرف العام الماضي. هذا شيء رائع. أتمنى أن كل شخص في العالم يمكنه أن يرى ما الذي يفعله هذا النظام في طهران، ما هو أثره هنا. لو كان قادتنا، لا يجب أن لا يكون مفاوضات مع النظام الإيراني الآن. كيف لنا أن نفوضهم؟ ومع ذلك أصدقائي في ألبانيا بسبب أو لآخر قرروا أن يقوموا بشنغارة على هذا المعسكر، وهذا ما وكما قال هذا خطأ. أتمنى أن يصفقه الألبانيون أن يجدوا طريقة للتعامل بشكل أفضل، لأنه في النهاية ألبانيا نفسها كانت تحارب من أجل الحرية. الشعب في ألبانيا يفهم تماما ما معنى أن تكون تعيش تحت الاستبداد. لقد كان هناك العقول. أنا متأكد أنهم يريدون من الشعب الإيراني أن يعيش حرية يستحقها. بهذا النظام في إيران وهو يستمر في حربه على جيرانه، يستمر في إرهابه وتصدير الإرهاب، أنا منبهر جدا بقوة المقاومة الإيرانية. أنتم تكشفون هذا النظام وتكشفون عربدته
وظلم، وأنتم تكتسبون دعم ناس أكثر وأكثر داخل إيران، وأنتم تضربون بصوت الخوف في قلوب هؤلاء المستبدين في إيران. لابد عليهم أن يغادروا، لابد عليهم أن يذهبوا ويواجهوا عائلاتهم، لابد هم يعرفون ما هو مصيرهم. أنتم تنتصرون في معركة كسب الإعجاب والاحترام في الغرب لما تقومون به ولنضالكم. أنتم سوف تكونون في طهران العام القادم، أنا متأكد من ذلك. ولكن هذا يمكن فقط أن يحدث بقيادة على الأرض. هذا ليس شيئا يمكن أن تقوده قوى خارجية، هذا ليس ملك الديمقراطيات والمحافظ الديمقراطيين والمحافظين والعمال ليقوموا بذلك في مكان في العالم، ليس الأحزاب الأوروبية وليس الاتحاد الأوروبي، ليس أي من هؤلاء. لابد أن يكون من قلب وروح الشعب الإيراني، ولذا وهذا ما تظهرونه أنتم، تظهرون العالم أنه أنتم الإيرانيون هم من يقوم بذلك. ولذلك لابد أن نعطيكم الشكر وحقكم في أن تقام بذلك. لقد تحدثنا كثيرا عن السياسيات وعن السياسات وما تم فعله. أريد أن أقول أن أحييكم على شجاعتكم، على إصراركم، على تضحياتكم، وعلى أنكم تمتلكون رؤية لمستقبل أفضل للشعب الإيراني. أحييكم على المهارات والصمود وإيمانكم في مواجهة هذا العدو الذي لا قلب له. أنتم تقاتلون ضد عدو لديه قوة وتكنولوجيا وسلاح عالي، وهو يستخدم هذه الأسلحة بدون أي تردد ليسحق هذه المقاومة. ولكن لديكم الوسائل الأعلى، أنتم لديكم القيم الأعلى، لديكم العزيمة والإصرار والصمود، ولديكم الإرادة في خدمة شعبكم والتضحية، لديكم القيادة، وقبل كل شيء لديكم الشجاعة. إنه شيء ملهم بشكل استثنائي. هذه المنظمة هي أن تكون هنا وتعيش وترى أفراد هذه المنظمة. أتمنى أن أوصل هذه الطاقة إلى كل زملائي الولايات المتحدة وفي كل العالم وكل من يشاهد يقاتل من الحرية. لابد لهم أن يفهموا ماذا تريدون وماذا تعملون من أجله. أريد أن أهنئكم سيدة رجفي على حسن قيادتك بصفتك شخص أمضى حياته كله في هذه القيادة وممارسة هذه القيادة. إنه لمن العظيم أن نرى ما الذي فعلته وما ورؤيتك للمستقبل. خطة النقاط العاشرة مسار هذه المؤسسة. هذه المنظمة وحدها منظمة كمنظمة يمكنها أن تنجح في هذا الصراع. هذه المعركة ليست لضعاف القلوب. هذا الإصرار، الانتظام، الالتزام والتضحية، إنه مطلوب، كان مطلوبا ولا زال مطلوبا حتى تنتهي هذه المعركة. ولكن هذه المؤسسات مثل مؤسساتكم لابد لها أن تتصل، لأنها لديها القيم السليمة والأداء السليم. الشعب الإيراني يستحق الحرية ويستحقون الديمقراطية ويستحقون مجتمعات نظيفة، يستحقون ذلك، وأنتم تستطيعون مساعدتهم على الوصول لذلك. أعتقد أن نهاية النظام قريبة. هناك لن يكون دكتاتوريات أخرى، لن تكون هناك عودة لدكتاتورية في الماضي. هذا أيضا مهم، لن نعود لدكتاتورية الماضي. أنتم المستقبل، أنتم مستقبل البلاد، أنتم مستقبل إيران، أنتم مستقبل الأمل
لملايين عبر العالم يقاتلون من أجل حريتهم. أنتم مستقبل الجميع، ولكن هذا المستقبل موعده الآن. أهنئكم وأتمنى لكم النجاح في توفير السلام والأمن لإيران ولكل شعوب المنطقة. بارك الله فيكم.